السلام مقبله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على متن سيارة راشد النعيمي المتجهة إلى تصوير خلف كواليس برنامج ما قل ودل. لننطلق. جماعة ما توقعت أن نسير في استوديو كبير في بناية في ميديا سيتي في دبي ولا شيء، أنا في مزرعة. توقعت أن يصورون مسلسل برنامج مقلة ودل في مزرعة. السلام عليكم، أهلا أهلا بالجميع. سارين حاليا الى تصوير، توقعت انه يصير مكان ماخذين راحتهم شباب ما شاء الله. بليار لا تنس ماشيين بعد اليوم ها حق عشان حق الفيديو ولا هو عاده ياسين بيجامات تمام يصورون لازم اوريكم شيء في الليل لازم موفي كل ليله لازم موفي دي سكرين اثنين يلس وسامتايمز نطلع ما قال له وزن نراجع الحلقات نشوف اذا في تيك صح تيك غلط هني نستوي مراجعه. يا جماعه انا شكلي بابات هني الليله. يمينك الاغراض الاحتياط، يبين احتياط من كل شيء انكيس ليه ضرب عندنا بتري خلص اي شيء عندنا هني حتى ستاندز مال اضاءات اضاءات زياده انكيس سمثينج هابنز كل شيء موجود. ابراهيم مسؤول الصوت. عبد الله النعيمي سوشيال ميديا مانجمنت. عارف حارب مخرج البرنامج. عبد الرحمن الزياني مساعد مخرج في البرنامج. جاسم بوحجي كاميرا مان. المسكين ياسر حارب اللي قدم البرنامج، كلهم لعوزيني. بدر العوضي لضاءة. والله شوف اول شيء اكل شوكليت واشرب قهوه هذا اول شيء. طبعا عندي فريق عمل جميل جدا، مجموعه من الكتاب من الامارات ومن السعوديه. نتحاور اول شيء في افكار الحلقات ونحاول ان احنا نصل الى حلقات تكون مختلفه نوعا ما. بعض الحلقات قد تكون نوعا ما حد يقول مكرره بس هي مش مكرره لان الموضوع احيانا يكون كبير جدا ونغطي من كم من زاويه. بعد ما تكتب الحلقات اقعد عليها يمكن مال اسبوعين ثلاثه اشتغل افلتر واعيد كتابتها مره ثانيه. بعد ما في ادخل الست شوي نضارب فاتن نضحك نشرب قهوه ونبدا الشغل. نحن نستخدم ثلاث كاميرات في مقله ودل كلهم كانون 5 ديز. نستخدم نفس انواع الكاميرات نفس السيتنجز الابرتشر الشاتر سبيد الايزو الوايت بالانس كل الاشياء هاي لازم تكون واحده عشان حلو في الاديت يطلع كله نفس السيكونس. 3 2 1 رول رولي صوت اوكي الاسد 22 سين 8 تيك 1 الكت لا خلصنا اليوم خلصنا والله في كم نخلص كل يوم اي ما شاء الله وي يوز تو دو 1 ابيسود بير دي او 2 هاتي ايام سيزون 1 او سيزون 3 اليوم ما شاء الله 5 6 7 9 10 براكتس ميكس بيرفكت لا لان الجماعه مرتاحين في المكان يعني تعرف اوكي يا جماعه ذيرز ا بت اوكي ابراهيم الاخ ابراهيم غانم فاز في بطوله تنس سووا الجماعه بطوله مطوله هو حل المركز الاول فانا كنت في الرياض فلما كلمته خبروني بالخبر المأساوي يعني بعدين قلت شوف قولوا تم عليكم ما شاء الله تقولون تم وقالوا تم قلت له شوف انا وانت بنلعب الفاينل اذا انا افوز بصورك بحطك في انستغرام وبعترف بالهزيمه لا سوري اذا هو يفوز اذا انا افوز
ابراهيم بيكون ماي باتلر فور انتاير داي. باتلر وانا موافق. موافق؟ وانا موافق. اون كاميرا ها؟ خلاص ديل. رول. عمر. يو دورك 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 يا اخي تعال. العيال ياسر وعيال اخوانه. أو هذا ولد أول مرة أشوفه. عبد الله ولد الجديد. هذا المخرج. صح صح صح. مساعد المخرج هذا عبد الله ياسر. قل باي وين؟ هاك الكاميرا. لا تخاف. عادي على الإنسان. يلا ها. شوفوا ما قلنا ودر خمسة. ان شاء الله انكم تشوفونا وتابعونا ان شاء الله في رمضان.